حبيب قلبي، وحشتوني جدا بعد الفاصل. بس انا جبت لكم ضيفي العزيز استاذ احمد البدوي، استشاري العلاقات الاسريه وتطوير الذات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اهلا بيكي وسهلا، والله. منورني ومنور الاستوديو. انت اللي منوره الدنيا ما شاء الله. الله يخليك، الله يخليك. لا لا، حضرتك طبعا منورنا ومشرفنا جدا جدا. نبدا سؤالك على طول كده ولا ايه؟ يا ريت. طيب نبدا. حضرتك شايف ان الاب جنه؟ خليني اخد من الانترو الهايل اللي حضرتك كنت اتكلمتي عنه في الاول، والحقيقه احييكي عليه، لان هو حسم الموضوع جدا. الموضوع بسيط وواضح قوي قوي قوي. الاب جنه؟ طبعا جنه. لو الاب مش جنه، مين اللي هيبقى جنه؟ وخلينا نقول بشكل تاني، يعني في القصه اللي حضرتك حكيتيها، احنا بنتكلم عن ابناء شايفين بعض السلبيات في ابوهم، وبالتالي قرروا ان هم خلينا نقول يعاقبوه او يحطوه في موضع التقييم، ويقرروا بقى ان هو عنده سلبيات 1 2 3، وبالتالي احنا هناخد اجراء 1 2 3. وده كتير نسمعه من الاولاد والبنات بالذات لما بيبداوا يكبروا، وبعدين يقول لك هو يعني ابويا ده فوق القانون؟ يعني بشر غلط، احنا ناخد حقنا، احنا نعاقبه، احنا نوجهه، احنا كبرنا وبقى عندنا عقل وفكر وخبرات ونقدر نقول ان هو غلط. خلينا نقول الاول، هو الاب فوق القانون ولا لا؟ في رايي الشخصي ان الاب في كذا قانون بيحاكموه او بيحاسبوه زي اي بشر، يعني في قانون ربنا، وفي قانون الشخص هو نفسه ان هو يقيم نفسه، وقانون الابناء ابنه وبنته. قانون ربنا ما فيش حد فوق القانون، بس اللي بيحاسب فيه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى مش البشر. خلاص محسومه دي، كل الناس تحت سقف قانون ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فما فيش لا اب ولا ام ولا اي حد فوق قانون ربنا، بس مين اللي بيقيم هنا ومين اللي بيحاسب هنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب القانون الشخصي بتاعه هو الاب يقيم نفسه. انا ادعو كل اب انه هو يعيد حساباته ويفكر وكل حاجه، اللي هو يعني من باب تطوير الذات او ان انا احسن من نفسي، ده برضه بتاعه هو. لحد دلوقتي احنا الابناء بره الموضوع. القانون الاول قانون ربنا، وده بتاع ربنا. القانون الثاني بتاع هو شخصه هو لنفسه، هو اللي يقيم. القانون الثالث اللي هو قانون الابناء، ايوه الاب فوق القانون ده. الاب فوق قانون الابناء. ما ينفعش ابن او بنت يقيم ابوه ويقول بابا كان غلط في كذا 1 2 3 4، او هو غلط في كذا انا هعاقبه كده. ايوه الاب فوق القانون، لان الاب جنه، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي علمنا ده، والفطره والمنطق بيقول كده، لان انت هتبقى اب وانتي هتبقي ام، فهي الموضوع ربنا ما بيظلمش حد. الموضوع ما فيهوش ظلم خالص. محدش يقول مثلا انا ابويا ظلمني، ابويا كان بيعاملنا وحش زي القصه كده، او شديد عليا او قاسي عليا. ربنا ما بيضيعش حاجه، ولكن القانون اللي انت بتحكم بيه قانونك انت، ولا يجوز انك تحكم بالمنطق والعقل. مش بتكلم عن الشرع دلوقتي. بالمنطق انت ما ينفعش تحكم على ابوك وامك، وانت ما ينفعش تحكم على ابوك وامك. القانون ده اللي انت بتحكمه بيه لا يجوز الحكم على الشخص ده اللي هو الاب. فاحنا بعيد خالص، الاب فوق القانون ده، قانون الابناء. يعني انا زعلانه جدا من اللي بيحصل عموما. انا شايفه فعلا ان في حاجات انكسرت قوي، وهيبه الاب ما بقتش موجوده بالنسبه للابناء. انا مش عارفه ليه. فين الحاجات الطيبة؟ فين البركة اللي كانت فعلا في البيت؟ فين الأب كده لما يقعد والأولاد يبقوا حاسين بالهيبة بتاعته في البيت؟ نعم. وفي نفس الوقت الحب. ليه فعلا بقينا بنعامل أبونا بندية وهنحاسبه؟ إحنا هنحاسبك، أنت عملت كذا أنا هحاسبك. مفيش حاجة اسمها كده يعني، ده بينك وبين نفسك. لكن تقول له أنا في وشك. إحنا جبنا الجراءة دي منين يا أستاذ؟ عشان القانون اختل. القانون اختل. إحنا بقينا نحكم زي ما قلت لك، إحنا بنحكم بقانون في حتة تانية خالص. عارفة أنت لما تجيبي مثلا القانون الفرنسي تحكم بيه في ألمانيا، احنا بنحكم بقانون في مكان تاني خالص. القانون بتاعك ده تحكم بيه على اولادك، تحاسبهم وتقيمهم وتربيهم وتعلمهم. ما هل دي تربيه من البيت ولا من المدرسه ولا من ايه بالظبط؟ المفروض هنا مين اللي كان يوعي اكتر؟ المفروض يكون في مناهجنا حاجه تخص الاب شويه، ممكن اولاد. ده في مناهجنا وفي اعلامنا وفي الميديا اللي بنقدمها وفي الدراما اللي بنقدمها، في كل حاجه بتحصل حوالينا. ما بقاش في التوجيه اللي يوضح الحته دي، الخلط ده. انا مش عارفه ليه يعني. ليه انا مش عارفه؟ يعني هو زي حاجات كتير قوي اختلت في المجتمع من قيم، فده من ضمنها ان الاب بقى والام عموما، لكن الاب والام عموما، يعني فكره التقييم، ان انا بقيت اقيم
الاكبر مني بقيم ابويا وامي عادي. واحنا مين علشان نقيم ابونا او امنا؟ احنا مين؟ احنا جايين منهم، احنا حته منهم. احنا مين؟ انت عمرك سمعتي عن ايد عشان نجرحهم كمان؟ يعني انت ايدك في يوم كده كلمتك وقالت لك اوعي كده انت دمك تقيله مش عجباني؟ ما هو الابن كده والبنت كده. الابن والبنت جزء من الام وجزء من الاب. انتوا احنا اتكوننا عن طريق ده. فازاي بقى يعني انا ممكن صحيت الصبح كده لقيت عينيا بتقول لي انا مش هفتح النهارده؟ مفيش حاجه اسمها كده، ده بالمنطق انت جزء منه. انا شايفه ان في حاجات كتيره لازم تتغير يا استاذ احمد، حاجات بجد كتيره. القيم اللي هي بدات تتلغي وتنسلخ منا كده، وبدانا ناخد السيستم الاجنبي شويه. تمام، ان انا هقف ضد ابويا وانا مش عارفه لما اوصل لسن كذا انا ليا شخصيتي في البيت وانا هخرج وانا هعمل. فعلا احنا محتاجين نرجع القيم الجميله دي. مشايخنا اللي يجوا يتكلموا بقى يعني في الاعلام بطريقه كويسه يفهموا فعلا دور الاسره هنا ايه. انت شايف ايه يعني الاعلام ده اصله مرايه؟ خليني اقول لك حاجه، يعني احنا لو خرجنا لتكوين البيت الاسره بأب وام واولاد. الاب خلينا هو موضوعنا النهارده. لو الام قدرت تبروز الصوره دي، يمكن انا بنسميها التربيه بالنموذج او التربيه بالقدوه، يعني الام عليها دور كبير جدا وبتعمل حاجات جميله قوي وكل ده جميل. المدرسه الاولى يا استاذ كل ده جميل. طبعا. لكن في كتير من الامهات بيعملوا ايه؟ الام شايفه سلبيات في جوزها، يعني شايفه ان زوجها ده مش هو، يعني مش بيربي صح، تصرفاته مش صح. تقييمك بينك وبين جوزك خليه بينك وبين جوزك، ما ينعكسش على اولادك، بل بالعكس كل الايجابيات اللي انت ممكن تطلعيها منه بروزيها قوي. ما يمكن هي وكبريها. هنا يعني عايشه في دور الضحيه هي واولادها بقى، يعني هي قعدتهم كده خلاص عرفتهم ان احنا ضحيه وان احنا بيحصل فينا كذا. هو ما كانش ليها دور قوي شويه. هي دي البدايه. في اكتر من شكل. في ام بتبقى سلبيه، هي لا كده ولا كده، اوكي. وفي ام بتبقى لا، هو بتبرز عيوب الاب قوي للاسف، ومش محترمه بشريته للأسف. شويه عارفه اللي هو بشر هو بيغلط. مش معنى كده ان هو يعني حاجه عظيمه، بس حتى لو هو مش حاجه عظيمه لازم يبقى في عيون ولادك عشانك انت وعشان طبعاً. ولادك حاجه عظيمه طبعا. يعني انا ممكن اشوف مثلا في في, في تشوف في زوجها مثلا انه في سلبيات، انه عصبي، وانه زي القصه اللي حضرتك بتاخديها اتكلم معانا ديت. انا العب على حته ثانيه. ده بابا واحنا قاعدين كده هو مش موجود. ده بابا دلوقتي شقيان وتعبان وبيعمل وبتاع، وتحكي عنه حكايات كويسه وتتكلم عنه كويس جدا، بتبني نموذج جوه الولاد. والله احنا كنا زمان يا استاذ احمد يعني ابونا ده يدخل كده، طب بس وطي صوتكم عشان هو تعبان ولسه جاي من الشغل وعايز ينام وعايز فنبتدي هنا نحس بالمعاناه اللي هو فعلا كان عايشها. اصل الاب ده اكيد يعني ما كانش في رحله ترفيهيه، اكيد يعني مش في العجمي مثلا. لا لا لا. يعني اكيد هو راجل شقيان وتعبان كمان، مستخسرين فيه انه يزعق شويه، طب ما نحتويه. احنا وصلنا لمرحله يا راجل يا منيل قدام العيال. يعني شوف من ايه لايه، احنا من فين لفين. فصوره اي صوره دي، وبعدين انت بتعملي لاولادك مش لحد تاني، دي اولادك انت. انت لو ربيتي فيهم وبنيتي فيهم النموذج، والله مش هيشوفوا عيوب ابوه، وان شافوها هيسامحوا فيها وهيقدروا. انت قلت لهم انت قلت لهم اللي عليكي بقى. بالظبط كده. يعني حتى فعلا لو هو فعلا الراجل، اصل بص اقول لك على حاجه، الراجل بيخطا والست بتخطا في التربيه، ما فيش حاجه اسمها يعني. أكيد. عشان برضو يعني يلا تشتم مش مشكله، انا عارفه اللي بيحصل بعد كل حلقه. لكن الراجل دوت هو اللي بيفتح البيت فعلا. يعني هي الست اوكي ما فيش مشكله، بتربي وبتعمل كل، ما انا ست والله وبتعب وكل حاجه. لكن لولا بقى جوزي ده او الاب ده اللي هو بيجيب الفلوس وبيفتح البيت وبيعمل وبيعمل، كنا احنا عرفنا نعيش بامر الله يعني. كنا عرفنا نعيش يعني. فينكم بقى يا ستات، ما تركزوا في الحته دي شويه. خدي بالك، اصل هو احنا الست انا عايز بس عايزها تفصل بين حاجتين عشان ما تحسش احنا ظالمينها. اقول لها ونبي رساله يا دكتور. احنا عايزين نفصل بين حاجتين. حاجه اللي هي علاقتك انت مع جوزك كرجل وامراه، زوج وزوجه، وعلاقه ولادك بابوهم. هنا الصفه اختلفت، هو ما بقاش زوج، هنا بقى اب. فانت علشان تبعدي عن ده، انت عايز تقول ان هي عايشه حياه وحياه، يعني هي متضايقه، هي متضايقه من جوزها في حاجه دي قصه، وهو فيه صفات وحشه وكل حاجه. انا معاكي ماشي، في سلبيات وفي ايجابيات، حتى لو سلبياته اكتر اوكي انا معاكي في ده. دي مشكله نحلها بعدين. انما المشكله اللي هنا دي عارفه زي ايه؟ زي ما يكون مثلا زعلانه من صاحبتك في حاجه، فتيجي على صاحبتك الثانيه تتعصبي عليها، ده حته ودي حته ثانيه خالص، واخده بالك؟ فانت هنا ده خلل. انت هنا ده خلل كبير، ده خلل. وعارفه المشكله هينعكس على مين؟ على اولادي، اغلى ما عندي. انت ايه المتعه في ان انت تكوني
الصوره الجميله الحلوه وبس. انا قلت لك الضحيه المتعه في احمد. انما بالعكس انا ربي ولادي على انهم يبقوا شايفين ابوهم صح. حتى كمان بعض الحالات يجي يقول لي مثلا ايه، ابويا ظلمنا في الميراث وفرق بين ده وده، بين اخ واخوه او بين الاولاد والبنات وكل ده. حتى في ده انا بقول له حاجه بسيطه قوي، حتى لو وصلت للميراث، انت مين اللي هيحاسب الاب ده على انه ما اداش الحقوق لاولاده؟ بتاع ربنا زي ما حضرتك قلت. الله عليك. بالظبط، اعمل انت عايزه في ربنا. اعمل انت عايزه ماشي. اما انا بقى، انا ربنا هيحاسبني على برك انت. طبعا. فبما ان ربنا هيحاسبني انا، ولا تذر وازره وذر اخرى، خلاص انا هو انا ادعي له ان ربنا يوفقه في موضوع الميراث ده، وفي التفرقه اللي بيعملها ادعي له، لان ده ابويا ويهديه وينور بصيرته. لكن ما عندوش وما وقفش ضده بصراحه، يعني كل يوم ادعي له، كل صلاه ادعي له، وانت ماشي يا رب ربي يوفقه تمام. لكن في علاقتي بيه لا، ازوره واوده، وما اقطعش صله رحمي بابويا مهما عمل. ابويا يقفل الباب في وشي ويخبط تاني، ويقفل تاني ويخبط تالت. طبيعه عطاء الاب غير طبيعه عطاء الام. الاب بيدي وهو يعني ايه، عارف اللي يقول ايه، خبطه بالمرزبه ولا عشره بالشاكوش، هي خبطه واحده، حضور واحد زي ما كنت بتحكي في الاول كده. حضور واحد، مجرد وجوده في امان. الام تعمل 100 حاجه، هي طبيعه الام كده تعمل كذا حاجه، ده طريقه عطائها، طريقه عطاء الاب كده. طب كمان الاخذ، يعني الام بتبقى محتاجه الحنيه والطبطبه، لكن الاب محتاج انه يشوف في عيون ولاده انه قدوه، يشوف في عيون ولاده انه حاجه كبيره، هو مش عايز اكتر من كده. بس الله عليك يا استاذ احمد، انت قلت بجد كلمه او جمله جميله جدا جدا. هو كان محتاج يشوف في عينهم الحنيه، صح، ان هم يعني بيحنوا عليه او بيحبوه، ويشوف نفسه كبير. الاب اكتر حاجه ممكن تؤلم اي اب تكسر، انه يشوف في عين ولاده انه قليل. حتى لو كان عنده السلبيات او ما خدوش برايه. ما هو دلوقتي الكارثه اللي بتحصل ان فعلا احنا بقينا ماشيين خلاص في شغلنا وفي حياتنا وكبرنا والدنيا جميله قوي، وما نرجعش ولا لامنا ولا لابونا، بابا احنا كنا محتاجين نعمل كذا كذا، ايه رايك؟ لا خلاص. هل ده ما بيكسروش؟ بيكسروا. لا، في حاجه جميله قوي، كان حد بيقول لي ما فيش خلاف بيني وبين ابويا بس الدنيا تلاهي، او تيجي تقول لي ما فيش خلاف بيني وبين ابويا ولا امي بس الدنيا تلاهي، انا مشغوله بس وهما ما يعرفوش في شغلي حاجه. فاقول لهم ايه بقى؟ ايوه، اخترع مشكله، ما فيش مشكله في الشغل خالص حتى يا اخي، واقعد احكيها لابوك، حصل مشكله النهارده 1 2 3 4، اعمل فيها ايه؟ الله عليك يا استاذ احمد. صح، هيحكي لي، تشاركه وهيقول لي حل، ويقعد يفكر، ده غير الدعاء انه هيدعي لي سواء في مشكله او لا. اوكي. وسواء هيعيش احاسيس معينه، احاسيس الاب، وسواء انا هاخد بالنصيحه دي او لا. اوكي. وعدي كام يوم كده اروح اقول له يا نهار ابيض، ده انا من غيرك كنت لوست، ده انا رحت عملت اللي حضرتك قلته ده ونجح واتحلت، او لا حتى لو ما فيش مشكله خالص. ايه المشكله في ده؟ حلوه حكايه فعلا، ان حتى لو مفيش مشكله نعيشه في القصه، صح، حتى لو مفيش مشكله احكي له، احكي له كل حاجه. حد من الناس الطيبين قوي كان بيقول ايه، كنت لما يبقى عندي مشكله في شغلي اكلم ابويا لوحده واكلم امي لوحدها، واحكي لده واحكي لدي، احكي له المشكله، واحكي لهم اسامي ناس ما يعرفوهاش في الشغل، في حاجات، في تفاصيل شغلي، وشغل متخصص جدا يعني. ويفضلوا يسمعوا 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 وبس، ويقسم بالله ان تاني يوم لازم المشكله تتحل. قالوا بقى اللي قالوه، هو ما يعملش حاجه اللي هم بيقولوه، هم بيقولوا طب يا ابني، طب مش كلام يعني، مش ملوش علاقه بالحل، ماشي الدنيا، ممكن يكون كلامه كده، معلش ماشي الدنيا عشان الدنيا تتظبط، كلام عام خالص، بس هو رضا ربنا بقى. تاني يوم لقى المشكله تتحل، يقول لي كنت اروح الاقي مديري بيعاملني بطريقه وحشه جدا، تاني يوم اروح الاقي يعني مديري بيعاملني كويس جدا، وفي ايه ما اعرفش. رضا الاب والام. طب يعني طب. انا شايفه ان هم هنا في القصه لحقوا حته اللي هي الام، لكن ما لحقوش الجزء الثاني. بس خليني اقول لك حاجه، اتفضل. هما لحقوا الام عشان الام بتدي بتدي والدنيا جميله، اذا ده مش احسان ولا 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 صله، ده تكافؤ ميزان، هي ادت هما ادوها، صح؟ هي ادت هما ادوها، هي ما قصرتش. يمكن لو كانت قصرت